أبدأها بقول بسم الله تنزه الرحمن عن أشباهي وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوال ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنا طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعونه فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك إن اقتسام الشعر يا مماري رواه مسلم كذا البخاري وقسمة الأظفار أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد وجبة النبي سل أسماء أما رأت في مائها الشفاء هكا دليلا من أبي أيوب يمس بالخد ثرى المحبوب أنعم به ردا على من أنكر جئت رسول الله ليس الحجر فمسلم أولاه ما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان وخالد للجيش في قلنسوة قال اطلبوا سبب ذاك ما هو وما الذي حرك فيه قلقه وإذ أتوا بها رأوها خلقه لأن في الطيات شعرات النبي وذاك في اليرموك يروي البيهقي ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول وأنس عن مثل ذاك ما زجر مجوزا روى أبو يعلى الأثر يا إخوتي من فضله تبركوا يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا أجازه نبينا المعظم ففتشوا عن ذيل من يحرم فإنه أخو الجهول في الغبا ومثله يأبى الكريم يصحبا نظمتها مرشدة عزيزة أكرم بها في الخير من أرجوزة بركة النبي طاب عرفه موضع كفه فكيف كفه الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند مطولا عن الثقات يسند وثابت قد كرر التقبيل يدا وعينا رأت الرسول وأنس عن مثل ذاك ما زجر مجوزا روى أبو يعلى الأثر يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا يا إخوتي من فضله تبركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا تمسكوا بهديه لا تتركوا